بداية مشاهدين الكرام، اليوم نحن بنقدم أيضا من مبادرة مبادرة أفريكانز في جيس رايت، اللي هو مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة في مصر. واليوم نحن في البيت اللاجئ أخذنا ميسون إبراهيم، بنحب الليلة برضو نتطلع عن آراءه ونشوف إنه مشاكلها هي شنو. فأخذنا ميسون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة بنحب نتطلع عنكم ونعرف أنه حاصل عليكم شنو. فأخذنا يا ريت إنه تعرفينا باسمك وتاريخ دخولك أنت في مصر. أول حاجة مرحبا بكم بالمبادرة، وأنا دخلت مصر من 2015 شهر 8 يوم 12/8، أنا دخلت مصر. طيب مرحبا بك اختنا ميسون. بعد ما انه دخلتي مصر، انت قدمتي طوالي في المفوضيه؟ والله طبعا انا لما جيت مصر طبعا ما عارفه المفوضيه الموقع بتاعها وين هنا، وبديت اسال يعني تقريبا كده بعد 20 يوم قدمتها، يعني بعد ما عرفت الموقع بتاعها وفي ناس ساعدوني يعني المفوضيه وين كده، ومشيت قدمتها يعني. طيب اخذنا ميسون، احنا الليله جينا عشان نعرف انه انت من ما قدمت في المفوضيه الى يومنا هذا، انه المفوضيه انه قدمت لك شنو، وانتم متاثرين بشنو من خلال هذه اللحظه. احنا جيناك عشان انه تورينا المشاكل اللي حاصل عليك شنو، لانه سمينا انت بتعاني من مشاكل، واليوم انه احنا افريكان ريفيجيز جينا عشان نعرف انه مشاكلك اللي انت دايره انه توصلوا لنا، وعشان انه نوصلوا لك لمجتمع بتاعت حقوق الانسان ولمجتمع المفوضية السامية للأمم المتحدة الأم، عشان نوصل لها رسالتك أنت الليلة. فممكن تحاولي تبدأ وتدينا إنه اللي حصل عليك أنت شنو والمحتاجة وشنو عشان ده تقدمي إنه شكوتك. والله مرحب بكم، يعني أنا من ما جيت البلد، يعني أنا أصلا جيت من بلدي هناك، يعني جيت لحقوق الإنسان، بعدين يعني أنا ما لقيت اليد اللي بتساعدني بعد ما قدمت المفوضية، يعني أنا عانيت كتير كتير شديد، يعني بالذات المجتمع المصري هو ما بيتقبل الإنسان الأسمر ده نهائي كده بأي طريقة. يعني أنت تمشي في الشارع بتسمع النساء، تركب معاهم المواصلات بتسمع النساء، يعني درجة إنه أنت بيكون راكب معاهم في المواصلات في الباص في أي حاجة، يعني الواحد يجي يطورك من الكرسي عشان هو يقعد، دي بلده وأنت إنسان أسمر ما عندك حق انك تتكلم ولا كده، يعني بعد انت تدفع فلوسك برضه انت مضطهد هنا في البلد دي. يعني دي المشاكل اللي بتواجهنا، يعني انا المشاكل اللي واجهتني بعد ما قدمت للمفوضيه وانا عندي ابني مريض بالانيميا، يعني عانيت كثير، انا لما امشي المستشفى واي يعني انا حصلت لي حادثه في التوك توك، يعني شالوا مني العلاج وشالوا مني البطاقة وكده وحاولت اطلعها تاني، يعني هددوني بسكينة، يعني واحد خدت لي السكينة في بطني، لو ما اديتيني الشنطة بتاعتك دي راح ينقز السكينة في بطني، يعني سلامتي وسلامة ابني، يعني اديتهم الشنطة بفلوس او بدواها باي حاجة. طيب اختنا ميسون، الكلام ده متين حصل عليك؟ الكلام ده في 2016 بالضبط، يعني جيت 2015 والكلام ده حصل لي في 2016. طيب انت من ذاك اللحظه انت حاولت انه مشيت وقدمتي عشان تعملي بلاغ للمشكله اللي حصل لك، ومشيت انه قدمتي للشرطه شكوتك، وهل هي قبلت شكوتك ولا عملت شنو من ذاك اللحظه؟ انا في اللحظه دي يعني كان خفت شديد، يعني انا جيت من بلدي مضطهده ولقيت الاضطهاد قدامي، يعني ما في شيء يتغير. لما مشيت اعمل محضر قال لي بتعرفي الناس ديل، بتعرفي رقم التوك توك، بتعرفي اسم الزول اللي عمل معاك الحركه دي؟ قلت له انا ما بعرف. قال لي نحن كده ما بنقدر نعمل لك محضر مجهول، فرجعت يعني ما قدرت اعمل اي حاجه. طيب انه بعد انت ما مشيتي وقدرت تقدمي الشكوى للشرطه، والشرطه هي قالت لك لازم تجيبي لنا انه اسماء الناس، ولا بتجيبي لنا انه رقم التوك توك، وانت ما عندك خلفيه عن الناس ديل ولا بتعرفي اسمهم، ولا حتى انه انت عارفه الرقم بتاع التوك توك. فانت من مكانك ده الاولى بك انه المفوضيه الساميه للامم المتحده في مصر، هل انت ذهبتي الى المفوضيه وبلغتي بانه الحاجه اللي حصل لك؟ مشيت المفوضيه وقال لي تعملي تليفون، اتكلمت مع الموظف بالتليفون بالشيء اللي حاصل لي، قال لي نحن بنرجع لك لكن ما في اي زور يعني بالتليفون.
بعد ما حصل لك المشكله انت بلغتي المفوضيه باللي حصل لك؟ انت كنت دايره اسمه ده حقك من الكلام اللي حصل لك والمفوضيه هي قالت يعني شو حصل لي انا في الشارع وانا راجع البيت ومعي طفلي وكده. ويعني دي اول مشكله. المشكله الثانيه انه بعد ما المشكله دي عدت عليها فتره، يعني انا اليوم دي كان عندي مواعيد في المفوضيه ومشيت. انا اصلا بودي اطفالي المدرسه وبمشي بعد الساعة 12 واحدة بستلمهم من المدرسة واجي راجع البيت. أنا يوم ديك يوم أحد أنا بتذكر مشيت المفوضية، لما جيت لقيت ابني ده يعني مضروب ودمه سايل، وقلت الحاصل شنو؟ قال لي أنا جيت طالع من المدرسة لاقوني أولاد مصريين دارين يطلعوا مني الشنطة، وأنا لما رفضت ضربوني لحد ما يعني وقعت فوق الأرض وضربوني بحجر وده دمي سايل. وكان الكلام ده قدام المدرسة يعني، وشالوه رجعوه المدرسة. وفي نفس الوقت كان في ناس من السيف كيلدرين القسم بتاعهم اللي في أرض اللواء يعني كان حاضرين، وشيلنا الولد ده دمه سايل ومشينا لهم. قالوا نحن هسه في آخر السنة ما بنقدر نفتح له ملف إلا توديه المستشفى عن طريق تكيتي. يعني كان في ناس واقفين معاي وشهود بالكلام ده. شيلناه وديناه المستشفى ولحد ما خيطوا له الجرح بتاعه كده. وفي نفس الوقت هو يعني مريض بالانيميا، يعني هو محتاج لقطره بتاع الدم، خلي الدم هو يسيل. يعني المنظمه ذات نفسها لما تلقى حادث زي ده قدامها من المفترض من غير يرجع لسنه ولا لشهر، من المفترض يعني المريض ده يعملوا له اسعافات اوليه او يودوه مستشفى. بمفهوم انه دي حاله طارئه وقدام عينه. ايوه حاله طارئه، يعني طفل معوق ودمه سايل، يعني ما هو مريض عشان يستنى لهم فتره بعد يوم ولا يومين ولا بعد شهر، يعني ده دمه سايل. برضه ما لقيت منه مية حاجه، وانا الحته دي كانت زعلتني شديد جدا. يعني انت برضه مشيت انه طيب خلي اسمه ده مشيت انه برضه الشرطه مره ثانيه وانه عشان تفتح البلاغ له؟ الشرطه اصلا ما بتفتح لسوداني بلاغ. طيب انت مشيتي يا اختنا ميسون؟ انا مشيت وقال لي انت كل مره بتجي تورينا وجهك ده، يعني قال لي انت سبب المشاكل، ما في زول بيعمل لك كده. قلت لهم يعني انا اكون ضربت ولدي ولحد ما امشي اوديه المستشفى يعني انا اعمل كده؟ قلت له الشيء ده حصل وقدام ناس شهود وقدام المدرسه يعني. قال لي انت بتعرفي الولد ده؟ بتعرفيه؟ ساكن وين؟ في ياتو عماره ويا الشقه بتاعته رقم كم؟ بتعرفي اسمه؟ قلت لهم ده انا ما بعرفه، البلد دي انا ما بعرف فيها زول. قال لي نحن ما بنفتح لها في بلاغ مجهول خالص، او انتوا ده السودانيين في بعضكم بيتعاملوا كده. طيب انه المدرسه اللي هو اللي ابنك كان بيقرا فيه هو كان مدرسه شنو؟ اسمه مين؟ المدرسه مدرسه مستقبل الطفل المدرسة فاتحة أستاذ اسمه أستاذ ياغوب طفل العالم تقريبا كده. نعم طفل العالم. نعم. هو يعني شاهد على الكلام ده، وفي ناس كثيرة يعني شاهدين على الكلام ده لحد ما الطفل ده مشينا وديناه المستشفى، وأخذ يومين يعني نزف دم كثير وهي حية، أخذ يومين وبعد ذاك جبته راجع بعد أسبوع كده حتى رجع المدرسة ثاني وواصل. وبقيت شنو يعني أنا مواظبة طوالي بمشي معاه وبجي معاه، حتى بخلال يعني الضربة دي خلتني أنا زادي يعني أخش معاهم المدرسة وأمسك معاهم الفصول الصغيرة يعني من الحضانة وأولى في مدرسة أستاذ ياغوب دي. يعني ده السبب اللي خلاني أنا أمسك معاهم المدرسة وأدرس عشان أكون قريبة لأولادي، يعني أجي معاهم الصباح وأرجع تاني. طيب أختنا ميسون، بعد ما تم الاعتداء للطفل الصغير وانت مشيتي برضه المره الثانيه للشرطه وانت انه حاولت تفتحي البلاغ وبرضه كان ما تم انه فتح البلاغ، فهل انت بلغتي المفوضيه في نفس اسمه الايام اللي انه كان حاصل ظروف معاكم كان لابنك؟ المفوضيه بلغتها في المره الثالثه. انا جيت طالعه مع اولادي من المدرسه ذات المدرسه، انا قطعت الشارع وقلت لولدي يا اخي تناولنا عيش عشان لو مشينا البيت ما عندنا حاجه نتغدى بها. طلعنا بعد الساعه 1 من المدرسه، فانا واقفه ومنتظره يعني الفرن يعني اقل من 10 امتار مني، ماسكه ولدي الصغير وهو الكبير ده اديته القروش قلت له امشي جيب لي العيش، وانا واقفه منتظره. اول ما هو ماشي كده قابله بتاع توك توك وقف في وشه، هو حاول كده
نزل بتاع التوك توك وبدا يتكلم معه، يعني انا ومسافه كده ما سامع الكلام الحار بيناتهم. في النهايه يعني انا شايفه ولدي بيفالت في يده كده من الزول، يعني بيرفع يده وبينفط يد الزول كده. يعني المره الاولى المره الثالثه قلت يا ربي الحاصل شنو. انا افتكرت يعني في البدايه انه هو كان عايز حاجه او يوصف له مكان ولا كده، فانا خلاص قلت لازم في حاجه. قمت قطعت قدامي في محل زراعه كده، يعني شفت المسافه بعيده لما حاولت الزراعه، قمت قطعت الزراعه بالنص كده وجيت جاريه. لما جيت يعني انا جيت في ظهر ولدي كده وهو كان مواجهني، وفي واحد تاني كان مراقب يعني المنظر ده مراقب، قام قال لي يا اخي امه جات في الحته دي. لما قال امه جات مشى التوك توك، والتوك توك في مره كان انصار سنه متبلمه، يعني انا لما لاحظت هي ماسكه لها حاجات في يدها. لما قال لي امه جات اللحظه دي انا حصلته خلاص، قلت له في شنو؟ قال لي يا اخي انا لقيت قروش واقعه في الوطن، وقلت له والقروش دي وقعت من المره امشي رجعها. وهو قام قال لي يا اخي انا ما شفتها وقعت من زول، ولا القروش دي حقتي، لما انت شفتها كان تشيلها وترجعها. قال له يا اخي بتكسب اجر امشي وديها. قال له انا ما بمشي وديها لانه انا ما شفتها. في الحته دي اول ما خلاص هو شافني وانا بديت اسال ركب التوك توك وقاموا جايين. في واحد قال لي ديل اصلا بيسرقوا الاطفال. طيب الكلام في نفس اللحظه انا قبال ما اتحرك قبال ما اعمل اي حاجه طوالي ضربت شنو المفوضيه، وفعلا يعني الحمد لله كان الرقم خش معي، وريتهم الشيل حاصل بالضبط، يعني الشيل اجى منهم. قال لي انت لازم تحافظ على اولادك وتمشي حاجتك تجيبيها بنفسك ما ترسي للطفيف. طيب انت المنطقه اللي حصل فيه الموقف ده المكان ده كان بالضبط وين؟ في الشارع. المكان ده في البراجيل، المكان ده في البراجيل، يعني الدخلة الأولى بتاعت الصفطاوي، يعني انت تجي خاش كده على الصفطاوي. الشارع شارع مصطفى النحاس تقريبا كده، لكن نحن في الشارع برا، يعني بس طلعنا من المدرسة بتاعت أستاذ يعقوب وقطعنا الشارع كده. جنبة الشارع الثاني في محل زراعة، الزراعة دي خاشة كده على جوا الحلة، يعني أنا واقفة جنب محل الزراعة وبيجي الفرن، يعني ما 10 أمتار مني، يعني حتى لو هو وقف جوا الفرن أنا شايفاه عيني ليه، يعني الكلام ده حصل كده في النص قبل ما يحصل باب الفرن، يعني بتاع التوك توك ده وقف وعمل الحركة دي. تمام. أخوتنا ميسون، نحن عرفنا إنه من خلال إنه الأحداث اللي حصلت بكم وأنتوا قدمتوا عديد من الشكاوي، سواء كان إنه طلبكم للمحضر ولم يتم التلبية، وأيضا أنت قدمت عديد من بلاغات للمفوضية وهي ما رأت على طلباتكم وإلى يومنا هذا. طيب أنا هنا أخوتنا ميسون بنسألك تاني، أنه من ضمن الظروف اللي حصل معك أنت ولغاية يومنا هذا، المشاكل الماشي ولحتى الآن بيدور معك شنو؟ والله يعني أنا حصلت معي مشاكل كثيرة، وقبل كده برضو أبونا ده فقدناه مدة شهر، يعني بس مشى شغل وما جا فقدناه، قدر ما فتشنا وسألنا ما في أي حاجة. مشيت برضو عشان أعمل محضر ما فتح لي المحضر ده، فأنا يعني كنت مضايقة شديد، وفي نفس الوقت كان آخر شهر يعني بتاع الشقة. قال لي يا أخي أنا والله ما بقدر، أنا الشقة دي والقروش دي خشبها جمعية، أنت لازم تطلعي. وفعلا طلعني، وانا طرحت وسكت الاولاد ده طوال ومشيت المفوضيه. قعدت هناك في المفوضيه مده الشهر 30 يوم، والشهر ده كان قبل شهر رمضان. انا لحد يوم العيد كنت في المفوضيه هناك، ووريتهم الشيء الحاصل لي كله انه الزول ده فقدناه وكده واي حاجه. في النهايه المهم جوني ناس بيستك وقاموا اجروا لي، قال لي عشان الولد عيان، وبتذكر يعني من ناس بيستك في يومنا دي يعني ساعدتني كثير، وقالت لي انت لازم تشوفي لك بيت عشان ولدك ده عيان، يعني هي عارفه الولد ده عيان وكان بيتعب. انا اصلا كنت في اكتوبر هناك، وناس بس تكون جابوني وسط البلد، قال لي تكون هنا عشان قريبه للمستشفى وكده. فالحته دي قالت لي لازم انت تفتشي بيت. فعلا انا فتشت بيت يعني في البراجيل تاني، وجبت عبيستر اسمه كتيبه سوري واجر لي يعني. لكن بس يعني البراجيل بقت لي شنو احداثها كثيره،
ما طلعت انا من البراجيل برضو بالمضايقات وكده. جيت الفيصل، جيت الفيصل عن طريقتين خاصه يعني، ما بلغت المفوضيه، لكن لما تاني حصلت لي مشاكل بلغت المفوضيه. جوني ناس بيستك وكان لقوني مع وحده يعني سودانيه اشكرها كثير، اسمها انتصار النور، يعني ضافتني في بيتها اكثر من شهرين يعني. برضو كانت لقتني انا في المفوضيه المره الثانيه، لقتني في المفوضيه وقالت لي الولد ده عيان ما تخليه كده، يعني لازم تمشي معايا البيت وبعدك تتمي اجراءاتك تشوفي الناس اللي بيساعدوك. فعلا الناس بيستك جوني في بيتها هناك واجروا لي يعني من الناس بيستك، يعني واحد اسمه النور ورحاب ديل اللي اجروا لي للمره الثانيه يعني. بس يعني الايجار قال لي ما يفوت ال 1000 جنيه، انت من المفوضيه بتطلع لك 2000 جنيه يعني تامين وايجار. البيت ابو 1000 جنيه ده يعني بيت اول حاجه بيكون وسخان، والشيء الثاني بيكون سلم او سلم تعبان جدا، يعني بيوت قديمه، يعني بيت جديد نظيف عشان يستقبل زول الا بقروش عاليه، ودي المفوضيه ما بتدفعها للاجئ. يعني انا عشان اجر ب 1500 المفوضيه بتدفع لي 1500، والشيء الثاني المفوضيه اصلا ما منزل لي اي مساعده، المساعده الوحيده اللي بتجيني من المفوضيه العلاج بتاع الولد من السيف كيلدرين، هو بيجيب له العلاج بتاع الانيميا وبياخد دم كله بعد شهرين او بعد 3 شهور هو بياخد دم على طول. طيب اخذنا ميسون، انه من ما جيت سجلت في المفوضيه من عام 2015، ايوه من عام 2015، هل المفوضيه بتنزل لك انه مساعدات انه شهري؟ لا. ولا بتنزل لك انه سواء كان مساعدات بتاع التغذيه؟ لا المفوضيه ما قاعده تنزل لي مساعدات دي نهائيا، يعني المساعده اللي جاتني من المفوضيه انا هسي عليا 6 سنين ودي السنه السابعه، يعني جاتني مرتين يعني المساعدات الشتويه مرتين، والمساعده الثانيه اللي بتجيني المساعده بتاعت السي ار اس بتاعت المدارس، والسنه دي ما نزلت لي خالص، لان اول حاجه اعتدوا علي شالوا مني البطاقه وشالوا مني الجواز بتاعي، يعني المطبقه كان فيها الجواز والبطاقه وعندي قروش كنت جايه من محل الشغل، يعني الناس دي انا حسيت بهم كانوا متابعيني، يعني هم الواحد لما يتابعك اكيد يتاكد منك انك انت معاك منو ساكن معاك منو في البيت براك ولا معاك ناس وكده، يعني اعتدوا علي فوق البيت هم 3 نفر، شالوا مني الجواز والبطاقه وضربوني وتم اغتصاب، يعني مشاكل كثيره، والمفوضيه ما بتجيب لي خبر. مشيت قدمت الكلام ده ناس اطباء، فعلا انا هسه علي 6 شهور بتابع مع ناس اطباء، واخذ يعني مقابلة كانت يوم 23/12. طيب أخذنا ميسون، آخر موقف حصل لك وتم اعتداءك وأخذوا منك كل مستنداتك ومن ضمنهم البطاقة، وزي ما قلت كل ما في يدك وحتى كان الشنطة اللي أنت كنت بتحطي فيها جميع الحاجات، أيوه أخذوها منك، وهم جا دخلوا جوا البيت. أي دخلوا جوا البيت. ثلاثة أنفار. طيب هم منهم الناس ديل؟ الناس ديل مصريين، ما بعرفهم انا مصريين، يعني ديل داهموني فوق البيت وضربت، يعني انا كان عندي غرفتين، يعني الغرفه اللي فيها الاولاد دي قفلوها وهددوا ده الصغير ده في البلكونه، قالوا له لو سرقت احنا بنضحك بالسكين، يعني حتى جاته حاله وانا بلغت السيف كيدرين قلت لهم يا اخي انا عندي طفلين الحاصل معاهم كذا كذا كذا، قالوا لي ده عادي جدا عشان ده عنده انيميا ما بيتوتر على طول، وقلت لهم الصغير ده بقى يخاف حتى يقول بول غير ارادي يعني من الشيء، وبقى شنو ما بيقدر يفارقني انا حتى لو ماشي اي حته بيمشي معي يقول لي امي انا خايف انهم هم يضربوني بالسكينه او يرموني من البلكونه وكده، يعني بالليل بيه ما فارقني خالص، ويعني من غير ما يحس بيه شنو يتبول بول غير ارادي. تمام، ليه حتى الان هذا الطفل؟ طبعا ايوه الطفل ده ممكن انت تساله وهو يوريك، يعني ده شيء حقيقه مش احنا كلام نتلفق ساكت. طيب اسمه مين هو؟ عوض. يا عوض، انت اثناء انه كان حصل انه تعدي ودخلوا لكم نازل، النازل منو كان يعود دخلوا لكم؟
نلير وصرخته الحين المطبخ. اوكي دي اللي كنت ذات وقالوا لك الكلام ده. طيب اهو بعد ما انهم خشوا عليكم واعتدوا عليكم وقفلوا الاطفال ديل في مكان وتم اغتصابك، فمن ذاك اللحظة اخوتنا ميسون هل انه بلغت للمفوضية برضو مرة ثانية والثالثة ام الرابعة؟ المفوضية مشيت بلغتهم بالشيل حصل لي ده. والكلام ده كان حصل متين؟ الكلام ده هسه له 6 شهور. تمام. الكلام ده له 6 شهور، انا مشيت بنفسي انه قالوا ما بيقبلوا اي شكاوي، يعني الزول يتكلم في الشباك وكده. يعني انا كتبت رساله سلمتها للموظف شالها رماها في الصندوق، وفي نفس اللحظه اتكلمت معاهم بالتليفون. يعني هم عاملين تليفونات برا، يعني التليفون انا من البيت هنا لما ادق ما بخش معي نهائيا، الا امشي المفوضيه هناك. يعني بلقى في ناس عاملين طرابيس بيكتبوا لك الجوابات دي وتليفوناتهم دي بتخش. طبعا نعم احنا شاهدنا انه برضو الكلام ده اللي حصل، وانه المفوضيه ممكن انت بتتصل لها من خلال تليفونك ما بيشتغل، لكن في ناس بيكونوا موجودين هناك. احنا ما عرفنا انه الناس اللي لهم علاقه مباشره مع المفوضيه وعلى السنه هم يطلعوا انه نصيب ويستفيدوا منه، ما عرفناه. لانه انت لما تمشي دار تتصل مفترض انه يكون الاتصال مجان، لكن للاسف انه بيكون الاتصال بقروشك. يعني هنلاقي ده مهما كان شنو ما بكون عنده قروش طايله عشان يعمل بها حاجات يعني غير احتياجاته الخاصه. يعني انت تمشي عاوز تكتب جواب عشان ترمي المفوضيه بتكتبه بقروش، عاوز تتصل من قدام المفوضية عشان انت تقدر صوتك يخش المفوضية جوا برضو بقروش. يعني انت في البيت بتدق تلفون، تلفونك ده ما بخش نهائيا كده، الا تمشي هناك تدفع قروش ويدقوا لك تلفون، التلفون ده بخش معاك. يعني هسه ده الشيء الحاصل كده. طيب انت كنت هسه حاليا برضو فقدت اللي اسمه ده المستندات، وهل بلغت وطلعوا لك المستند ولا عملت شنو؟ لا ليه وليه ما طلعوا لي اي مستند. يعني انا بعد ما اخذوا مني الجواز والبطاقه والشنطه يعني بقروشها وحياتها، مشيت عشان اعمل محضر. قال لي ما في شيء زي ده يعني بيحصل، لكن احنا ممكن نعمل لك محضر فقدان، يعني زي فقدتيه في مواصلات او وقع من جيبك وكده، ان احنا نطلع لك محضر بالطريقه دي. لكن يعني انه الناس جوده هم فوق البيت وحصل كده وكده، ده ما بيحصل من المصريين، من احنا اصلا بلاغ زي ده ما بنفتح عليك. فعلا عملوا لنا المحضر بفقدان، فقدان البطاقه والجواز بس. حتى التليفون كان اتاخذ مني ومشيت المفوضيه اديتهم الرقم الجديد للمفوضيه، قلت لهم الرقم ده طبعا اتاخذ بتليفونه والجواز والبطاقه وكده، اديتهم الرقم الجديد. نعم. يعني ده الشيء اللي حصل. طيب اخذنا ميسون، احنا برضو من خلال المبادره سمعنا انه بعندك مشكله برضو تقريبا انه ملفك حتكون مقفول، هل الكلام ده صح؟ ايوه الملف مقفول. الملف انا اصلا كان عندي مقابله يوم 15 شهر 3، يعني من المفترض كان زوجي انه هو يمشي يستلم الجواب بتاعه ده من المفوضيه الجديده في الحاره الثامنه. وزوجي يعني من ما كورونا دي جات في شهر 3 قال لي يا اخي ما في شغل هنا، وين احنا نقعد نزعزع؟ انا بمشي مناطق فيها الذهب، كل ما الناس بيمشوا يعني انا بمشي وبشتغل هناك وبرسل لكم. فعلا هو مشى وفتره 3 شهور كده، يعني كان قاعد يرسل لنا يعني لحد شهر 6 كان رسل لنا، ده اخر مرسال. بعديه تاني ما رسل، يعني حاولنا نتواصل معه بالتلفونات اللي كان بيدق لي بها، بيقول لي ان احنا ده سنترال يعني برا ما حق زول معين، يعني كل الناس دي بتبتدوا. فبدأت اسال يعني الحاصل شنو، هو غاب مننا شهرين 3. يعني بدأت اسال الناس اللي بيجوا من مناطق الذهب هناك في شلتين ولا اسوان، يعني بيقول لي المناطق دي برا في الخلا موزعة، احنا ما بنقدر يعني نعرف انه هو في اي منطقة. لكن بعد فترة بعد 15 بعد شهر الناس دي بتطلع بتجي المدينة جوا القهاوي اللي عنده مصاريف بيرسلها لأولاده وبيدق تلفون. لو ان احنا لمحناه ولا عرفناه ان شاء الله بنتواصل معك بتلفون، لكن لحد اللحظة يعني ما في اي خبر منه. يعني انا حاولت امشي لكن بس اطفالي في يدي
الوقت الحالي انا ما عندي سكن، يعني انا هسه قاعده هنا في فيصل ما عندي سكن، يعني حتى ولدي ده تعبان حسب البرد وكده، يعني ده واحد سوداني الحمد لله قال لي الواد ده تعبان ونايم انت ساكنه وين؟ قلت له والله انا حاليا ما عندي سكن، يعني انا حصلت لي احداث كثيره، يعني عدم السكن، كنت قاعده قدام جامع يعني بيكشحونا بالمويه وامشي يا كاوتشي امشي يا باذنجان، يعني كلام كثير حسب ان انا احافظ على نفسي واولادي ما قعدت ارد، لكن لما الواحد يبتدي عليك يضربه يرشك بمويه وسخانه بتاعت البلاعات، يعني حصلت لنا حاجات كثيره، يعني الزول ده شهد المنظر ده وقال لي يا اخي انا حسب انك عندك اولاد انا ما بخليك كده، وان احنا ناس سودانيين ولازم نتكاتف مع بعض، يعني لحد ما تخش المفوضية مرة تانية ويحلوا مشكلتك. فيا ابني هسي أنا قاعدة في البيت ده، يعني بيت واحد قريبنا يعني السوداني. أنا حاليا ما عندي سكن، قاعدة مع أولادي. أوكي، أنت قاعدة معه طبعا مع الزول في البيت. أيوة قاعدة مع الزول ده في البيت. أوكي. طيب برضو إنه من خلال إنه شكوتك لنا عن هنا في المبادرة عرفنا إنه أنت كنتي مريضة. فخلال انت مرضك هل تعباتي مع المستشفيات ولا مع المنظمات؟ وبرضو انه طفلك ده من خلال الفترة دي انت قلتي ما قاعد ينزل لكم مساعدات ولا قاعد ينزل لكم اي حاجة، فانتوا عايشين كيف وليه حتى الان برغم انه انتوا فقدتوا ابوكم؟ والله يعني الفترة اللي فاتت دي انا مريضة بالسكري، ويعني غير السكري انا حاسة بنفسي تعبانة شديد، كنت فاتحة ملفي في كرتاس في اكتوبر هناك، يعني انا بمشي تعبانه شديد لحد ما بمشي بعصا والناس متاكليني، يعني حاسه رجليني دي ميته عادي كده، يعني قال لي انت بس ما منظم السكري بتاعي، يعني الدكتور ما بيستقبلك بطريقه كويسه، يقول لي يا ميسون انت بس ده السكري بيعمل لك كده، قلت له يا اخي انا والله المرض الحاسه في نفسي ده ما سكري بس، يعني ما بيستقبلني استقبال كويس، في النهاية يعني أنا من التعب بيد ما بقدر أتحرك، رقدت تماما في السرير مدة 7 شهور، أنا ما بقدر أتحرك نهائيا، يعني حتى كان أنا البطاقة بتاعتي منتهية وحاولت أمشي المفوضية عشان أجددها كان في معاد، فعلا أنا مشيت وكنت شايلني شيل، يعني لما خشيت المفوضية جيت طالعة وفي موظفة قامت جت حصلتني قلت لي امشي كرتاس عشان يدوكي عصا تقدري او كرسي تقدري تمشي بيه، فانا حسب التعب اللي علي وما عندي زول اتكل عليه، يعني ولدي الكبير ده هو عيان عنده انيميا يعني ما بيقدر عليا، يعني ده يمشي انا مستشفى الا اجر تاكسي وما عندي قروش، يعني انا قعدت فتره السنه راكده على السرير ما بقدر اتحرك نهائيا، يعني كان عندي التهاب في رجليني وكده، ويعني حتى العلاجات بيقشروا بعد ما مشيت الدكتور وجيت الاوراق بتاعتي بديها لاولادي الصغار ده ينزلوا الصيدليه، يعني الصيدليه كانت قريبه مني وعرفتني انا تعبانه وكل مره بحتاج للعلاج ده فعلا، يعني بيجوا يدوا اطفالي، قال لي احنا لو ما عارفين انك قاعد تجينا احنا علاج زي ده ما نديه للاطفال، قلت لهم انا ما بقدر انزل، وفعلا لو انا نزلت ما بقدر اطلع. طيب انه في نفس اللحظه كان انه المفوضية بتقدم لك مساعده سواء كان علاج ولا سواء كان في رغم انه انت ظرفك الحالي ذاك برضه كان ما حاول نزل لك اي مساعدات ولا حتى الادويه انت بتصرفيها من وين طيب؟ لا ما المفوضيه ما قاعد ترسل لي اي حاجه، يعني المفوضيه الشيء منها بس واقفه كان على العلاج بتاع قصيده هو عنده الانيميا يعني السيف كبير، وهسه حاليا ما عنده اي علاج لفتره السنه ما عنده من السيف كبير، يعني قال لي الملف ده مقفول، قلت لهم يا جماعه زول مريض يعني هو لو مات معليش يعني علاجه بجيبه وملفه يتقفل، انه زول حي. ولسه يعني هو ما يتعالج، وصيده يعني انا تحصلت معاه مرحله في المستشفى طلبوا مني اعمل له عمليه. دي كل التقارير دي موجوده معاي. عمليه بتاع الزرقين خا. ده منو؟ ده ابنك ده ذاته يا اخو الصغير ده؟ ده قصيده. ده القصيده ذاته؟ عنده الانيميا، ده في علاج نهائيا كده زرع النخاع، وهذه التقارير موجوده يعني معانا. فما قدرت اعمل اي حاجه والمفوضيه ما عملت لي اي حاجه خالص.
طيب هسه ابني غوصي هو مصاب بانيميا بالوعد طبعا طبعا بيسون العلاجات قاعد بياخذوا من وين هسه حاليا؟ هسه حاليا ما عندي اي علاج بياخذه، علاجه واقف. وبعدين انا شغلي بسيط جدا، انا في الاسبوع بشتغل يومين بس، اليوم ب 150 بس عشان احتياجاتنا الخاصه، يعني الواحد يحتاج للصابون او هو محتاج للبن، يعني حاجات بسيطه، حاجات اكثر من كده ما بقدر اجيبها، ما عندي اي حاجه انا خالص. طيب احنا من هنا بنحاول انه نوصل رسالتك للمجتمع الانساني وللمفوضية السامية للأمم المتحدة في مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة الكبيرة وإلى جميع منظمات حقوق الإنسان في جنيف إنه احنا بنقدم لها إن شاء الله شكوتك ونطالب بإنه مساعدتك ونتمنى إنه يتم لك الحماية الكاملة اللي أنت محتاجة له من خلال الفترة اللي أنت كنت موجودة هنا وإلى يومنا هذا، برغم إنه أنت إنسانة مريضة وابنك هو إنسان مريض وبيعاني من أنيميا وبيعاني بجد من هو في حوجة للغاية عشان إنه ينزلوا له المساعدات، وبرغم إنه أنت إنسانة كمريضة احنا بنطالب من منظمات حقوق الإنسان أن تقوم بدعم لأختنا ميسون إبراهيم آدم سليمان.